بمناسبة اكتمال النصاب القانوني لساحة انعقاد الجمعية العمومية انتخابات مجلس الإدارة يقود النادي خلال المرحلة القادمة، وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهت أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات وكذا مسؤولي وموظفي الشباب خلال العملية الانتخابية، إلا أن الهدف الأكبر قد تحقق بحمد الله بنجاح الانتخابات. وقد وضعت اللجنة نصب أعينها تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص لكل المرشحين، ولذا تشكر اللجنة كل من تعاون في هذا المعترك، خاصة السيد اللواء مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وكذا السيد اللواء المسؤول عن الانتخابات بالنادي، وأيضا السيد اللواء مدير أمن النادي. ونتولى الآن عرض الإجراءات التي تمت تاريخ اليوم. وضع إجراء انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، اتخاذ مجلس إدارة جديد للنادي للدورة 21-25، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي وبنود جدول الأعمال المعلن عنها، وذلك الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 11-2-22. وإنه في يوم الجمعة الموافق 11-2-22 وفي زمان الساعة 9 مساء بمقر نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبناء على ما نص تعليل المادة رقم 13 من أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي فيما تضمنته من أحكام تنظيم إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية، وبناء على قرار مجلس إدارة النادي بجلسته رقم 2 والمنعقدة في 29/12/21 بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العالية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبناء على ما نشر في جريدة الأهرام يوم الثلاثاء الموافق 21/12/21 العدد رقم 49323 بشأن الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي بعد 52 يوم من تاريخ توقيع الدعوة وفي المواعيد التي يقررها مجلس الوزراء طبقا للقانون 152/21. وبناء على الايضاح الذي تم نشره في جريده الاهرام وذلك يوم 4/5/22، والمتضمن ايضا الاعلان السابق نشره في جريده الاهرام بتاريخ 21/12/21 بشان تحديد موعد انعقاد الجمعيه العموميه العاديه للنادي، وبناء على الاعلانات الداخليه بالنادي بشان تحديد موعد انعقاد الجمعيه العموميه، وحيث هنا قد تعدد موعد الاجتماع يوم الجمعه الموافق 11/2/22 وبدا التوقيع بخشوع التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 7 مساء، حيث ان النادي عدد الاعضاء العاملين بالنادي قد بلغ عدد 94,275 عضوا، وبناء على منصة تعليم المادة 14 من لائحة النظام الأساسي للنادي لصحة انعقاد الاجتماع يلزم حضور 7500 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، البالغ عددهم 112,877 عضوا، حيث أن عدد الأعضاء الذين وقعوا بخشوع التسجيل حتى الساعة 7 مساء قد بلغ عددهم 47,500 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي، وقد أصبرت نتيجة فاز الأصوات عن التالي: عدد بطاقات التصويت الموجودة بالصناديق 47,395 ظهر، الأصوات الصحيحة 37,995، الأصوات الباطلة 9,402. لو سمحت خلينا نعيش.
عدد الأعضاء الحاضرين وقت التصويت أقل من ثلث العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيح، وهو غير جاهز لصحة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية وفقا للمادة 17 من أحكام لائحة النظام الإسلامي لذلك، وعليه وتوقيف الإنشاء نص المادة 17 بما يكون الأساس الإلزامي والتي تنص على مفهوم مجلس الإدارة لبقي شروط جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يخلص قرار الإسلام مع عدم بث الميزانية والحساب الإداري برسخ من الجمعية العمومية. روح يا ريس.